ثم هذه المحارير والمآذن، الرسول عليه الصلاة والسلام لما بنى مسجده ما عمل له لا محراب ولا مأذنة. أول من عمل ذلك لمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام هو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. فلذلك نحن نرى هذا الأمر حسن، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله ولا حث عليه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا قاعدة عظيمة، قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمر، الحديث واضح، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما إذا أحدث شيء يوافق كتاب الله ولا يعارض القرآن الكريم، يوافق حديث رسول الله ولا يعارض كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعارض أثرا ولا يخالف إجماعا، فلا بأس به. فلذلك عثمان رضي الله عنه ماذا فعل في يوم الجمعة؟ زاد أذانا ثانية. الأذان الأول الذي الآن يؤذن فيه في أكثر البلاد الإسلامية كان الأذان في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما روى البخاري من حديث السائب بن يزيد عن سيدنا عثمان، كان الأذان أوله لما يجلس الخطيب على المنبر. فعثمان رضي الله عنه زاد الأذان الأول، فهذا دليل أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين هم شديدي التمسك باتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وشديدي الاقتفاء لآثار رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما رأوا أن هذه الزيادة تخالف شرع الله. لذلك جاء في تفسير الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل به بعدها وبزر من عمل به بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فلذلك سيدنا الشافعي رحمه الله أحد الأئمة الأعلام قال: والبدعة على ضربين، بدعة ضلالة وبدعة هدى، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، بدعة قبيحة وبدعة حسنة. وإلى ذلك أشار القرآن الكريم. بعض الناس قد يفهم من حديث رسول الله شيء على خلاف مراد النبي عليه الصلاة والسلام. كل بدعة ضلالة، ليس معناه أن كل البدع لا بد أن تكون ضلالة، إنما قال النووي: هذا الحديث من العام المخصوص. فالمقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، أي أن أكثر البدع تكون من البدع التي هي ضلال. القرآن الكريم كما في سورة الحديد قال الله تعالى بعد أن ذكر صفة أتباع عيسى عليه السلام وما كانوا عليه في بدء الأمر من الالتزام بالدين والشريعة التي كان عليهما عيسى عليه الصلاة والسلام ودين أنبياء الله جميعا هو دين الإسلام، قال: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. ففي قول الله تعالى ورهبانية ابتدعوها دليل على أنه يوجد في الدين ما يسمى بالبدعة الحسنة، ومن ذلك ما تعرف مما سنه العلماء الأكابر من أولياء الله من الاحتفال بمولد رسول الله عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع من كل عام. فقد ألف في ذلك العلماء الأكابر كالحافظ السيوطي، ألف كتاب سماه الحاوي في الفتاوى، ضمنه رسالة سماها حسن المقصد في عمل المولد، وذكر فيها الأدلة على جواز عمل المولد والاحتفال بمولد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذكر أن أول من فعل المولد رجل من الصالحين وكان ملكا شهما شجاعا عادلا بطلا، كما قال عنه الحافظ ابن كثير كذلك وصبط ابن الجوزي في مرآة الزمان، قالوا أن أول من أحدث المولد الملك المظفر حاكم إربل وهي مدينة في العراق، كان يقال له الملك المظفر أبو سعيد كوكبري، هو أول من عمل المولد النبوي، فجزاه الله تعالى عنا خير الجزاء. فهذه السنة الحسنة لا تخالف ما جاء به القرآن. فلذلك حتى نكون على فهم
لهؤلاء وخطر هؤلاء الناس الذين دائما همهم التبديع وهمهم وصف الناس بأنهم يعملون شيء ما كان عليه الرسول وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فها هم صحابة رسول الله زادوا أشياء كانوا يرونها حسنة، مع أن النبي لا قال لهم زيدوها ولا حثهم عليها، إنما رأوا أن هذه الزيادة لا تخالف كتابا ولا تخالف سنة ولا تخالف أثرا ولا تخالف إجماعا. فهذا ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أن الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم الخلفاء الأربعة كانوا وقافين عند حدود الله. سيدنا علي رضي الله عنه لما حصلت الفتنة قال رضي الله عنه لمن جاء يلومه، قال له: إن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. اعرف الحق تعرف أهله. وكذلك كل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يخافون بالله لومة لائم، كانوا يحذرون من أهل الضلال، كانوا يعملون بتوجيهات رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما سكت لمن غش الناس في الطعام، فقال: يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال له: يا رسول الله، أصابته السماء. قال: ألا بينته للناس؟ من غشنا فليس منا. النبي ما سكت على هذا الأمر الذي يغش الناس في الطعام، النبي ما سكت عليه وحذر منه. كذلك ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن رجلا خطب أمام النبي خطبة، كان من عادة العربي أن يقدموا له، أن يقدموا الوفود، فكانوا يخطبون، فهذا الرجل قال: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. قال له النبي: بئس الخطيب أنت. لأنه جمع بين لفظ الجلالة وضمير النبي بضمير واحد، قال: ومن يعصهما فقد غوى. قال: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. إذا النبي ما سكت على هذا الأمر. سيدنا عمر رضي الله عنه جاء في الكتب أن كما في كتاب الأدب المفرد لسيدنا البخاري أنه رأى رجلان كانا يتباريان يرميان بالسهام، فواحد رمى وأصاب، وواحد رمى فأخطأ، فقال الذي أخطأ للذي أصاب، قال له: أسبت، بالسين، بدل أن يقول له أصبت قال له أسبت. قال له عمر: خطأك ولحنك بكلامك أفحش من خطأك بالرمي. فإذا كان لا يسكت على مثل هذه الأمور، كانوا لا يسكتوا، كيف يجوز السكوت على مثل أولئك الذين يحرفون كلام الله ويحرفون كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام ويصفون الناس بالكفر والعياذ بالله؟ فينبغي أن لا يسكت الواحد فينا على مثل هؤلاء، وأن دائما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا بعض ما عند الصحابة من العلم. ونختم بما قال سيدنا عبد الله بن عمر، قال رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا. قال: ما زال الناس بخير ما أخذ العلم الناس عن أكابرهم، والمقصود بالأكابر أي الأكابر في علم الدين كالخلفاء الأربعة والأئمة الأربعة المجتهدين. قال: فإذا أتاهم العلم من أصاغرهم هلكوا. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على نهج رسول الله وعلى سنة رسول الله وعلى نهج الخلفاء الأربعة. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا إلهنا من بعده معصوما. اللهم لا تدع فينا ضالا ولا شقيا ولا محروما. اللهم اكتب لنا في هذا الشهر الرحمة والغفران والعتق من النيران يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم واحفظ هذا البلد وأهله يا رب العالمين، ووفق القائمين على هذه الزاوية لكل خير ولما فيه خير وصلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اجزيهم عنا وعن الإسلام خيرا. اللهم أعنا وإياهم على حماية وحفظ هذا الدين، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.